هذه الوقفة أمام السفارة الهندية هذه وقفة ولاء وانتماء وطاعة وغضب بنفس الوقت، نعبر بها عن حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث بين فترة وأخرى يخرج علينا تافه صغير يحاول أن ينال من مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهم يحاولون كمن يحاول أن يصطاد الشمس برمية نبل، فهيهات هيهات لهم، فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. هم الآن يدعون ويتشدقون بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الحيوان والسلم المجتمعي والأهلي، وأعمالهم بخلاف ذلك. فاليوم احنا نتمنى موقف موحد من حكومات الدول العربية والإسلامية تجاه الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام أو أي إساءة مستقبلية على أي مسلم، فالمسلم للمسلم كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كلنا فداء لك يا حبيبي يا رسول الله. موقفنا رافض من أول يوم ظهر في تصريح مودي وتصريح جماعة من حزبه الذين أساءوا إلى شخص الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وإلى زوجاته وإلى دين الإسلام ككل، لأن الرمز الأول والأخير للإسلام هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلذلك يجب أن نحتج وتصل رسائل الاحتجاج إلى السفارة وإلى الهند نفسها، ولكن يا ليتنا نعمل بمثل ما عمل بعض الدول العربية أو الإسلامية بمقاطعة البضائع مباشرة وإرسال الهنود العمال والأيدي العاملة والكوادر إلى بلدهم مباشرة، وهذا يكون رد رادع جدا لكل من تسول له نفسه على الإساءة والإطاحة بالإسلام. نحن بين فترة وأخرى نشهد مثل هذه التجاوزات على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما إننا نطالب المرجعية الدينية في العراق بجميع أصنافها ومذاهبها أن يوجهوا برقية ورسالة رسالة شديدة اللهجة إلى السفارة الهندية وإلى حكومة الهند جميعا أنه سيدنا محمد خط أحمر لا يسمح لا لهم ولا إلى غيرهم أن يتطاولوا على مقامه ولا على صحابته ولا على أزواجه قاطبة. كما إننا نرجو أيضا من الحكومة العراقية أن يوجهوا أيضا برقية احتجاج شديدة اللهجة ويوجهوا مقاطعة أيضا إلى البضائع الهندية وإلى بعض العاملين في العراق أن يعطونهم عدم حضور إلى العراق والعمل فيه.